إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. F150 2019، بعون الله اليوم عندنا تركيب مبرد وإلغاء المبرد أو التبريد عن طريق اللي هو حرارة المحرك. هذا المبرد 40,000 وحدة، راح أشغل ركبه ونلغي المبرد المائي اللي يبرد يسخن عن طريق حرارة المحرك. فعشان كده هذه الموديلات العشر نمر في الفورد من 2018 أو 17 وطالع ما في بلف حرارة للجير، لكنه الحرارة دائما عالية عندهم بسبب أنه التبريد والتسخين عن طريق حرارة المحرك، فعشان كده عنده حرارة عالية. العموم ما شاء الله تبارك الله، سيارة ماخذها مستورد 2019. انا بالعاده واعتياديا دائما افحص كمبيوتر وافحص نظري، اي شيء قدامي راح اسجله او افحص انزله. ففحصت الكمبيوتر مبدئيا، هذه مواصفات السياره 2019 F150 ماشيه حدود 97,000 بالكيلو، الله يبارك لي يا رب. لما فحصت طلع عندي كودين، طلع عندي هنا كودين، واحد يخص انه في مشكله في احد السلندلات اللي هو البي 0 316 في بدايه التشغيل، والثاني طبعا يقول لك برضه حتى التفتفه هذه تصير مع على دوره الار بي ام 1000. الثاني الكود اللي هو البي 0 6 اي 9، ويتكلم على انه في مشكله او ضعف في اداء بدايه التشغيل. طبعا ممكن تكون الكود هذه قديمه او جديده الله اعلم. انا هذا مبدئيا فحصت الكمبيوتر، وبرضه عنده مشكله في الكاميرا الاماميه اعتقد اللي هو هذا السي 1001. فانا حفظت الاكواد وبعدين مسحت الاكواد، صفرت الكمبيوتر من الاكواد. فلو رجع الاكواد معناته بيكون في مشكله فعليه، ما رجعت معناته كانت مشكله سابقه وما رجعت. على العموم مبدئيا الان بعون الله، طبعا قبل افك المبرد المائي راح الان ان شاء الله نفك الشبك الامامي. طبعا عندي هنا كلبسات راح نفكها، جميع الكلبسات الاماميه، وعندي هنا كلبسات راح نفكها، و راح نفك ال هذا اسمه ال حق رفرف الفايبر هذا، عشان عندي مسمار هنا حق الفايبر حق الرفرف عشان نفكه، عشان نفك ال الديكور هذا او القطع هذا اللي تجي ما بين الشبك والصدام، لانه في برضه عندي هنا مسامير للشبك ان شاء الله تكون من تحت او داخل القطعه هذه. طبعا سبحان الله نفس نظام السيرا والسيلفرادو 2018 او 14 وطالع، تلاقي عشان تفك الشبك لازم تفك القطعه هذه، وعشان تفك القطعه هذه لازم تفك الفيبر هذا عشان نوصل للمسامير حق الشبك اللي اسفل. وبعدين عشان راح عندنا هنا في كليبسات راح نفكها. العلوي راح نبدأ الآن، راح نفك الشبك الأمامي أو البطانة العلوية عن طريق كليبسات، وكالعادة راح نستخدم المفك هذا بهذا الشكل. لاحظوا أيضا عندي الكليبسات هذه راح نفكها بهذا الشكل. هذا الشكل لاحظوا تطلع معك بكل أريحية. راح نكمل الباقي، فكينا البطانة العلوية، هذه البطانة هناك، وهذا عند الكلبسات على جنب. راح ان شاء الله نفك المسمار اللي عندي هنا، نفك البطانة او الفايبر اللي هنا عشان نحرر القطعة اللي هنا ما بين الشبكة والصدام، ونفس الشيء برضه هنا. طبعا المسمار هذا مقاس رقم 7،
أفكي المسمار هنا كلبس هنا نفس الشيء هنا برضه في اليمين. ففكينا الفايبر وحررنا الغطاء اللي راكب تحت الفايبر هذا، طلع معنا من هنا نفس الشيء برضه، فكينا الكليبس هنا مسمار هنا. هذه الحكة عشان بس للتوضيح، هذه الحكة قديمة لأنه ما راح أشتغل هنا، أنا أشتغل من هنا، هذه الحكة قديمة. على العموم هذا الآن فكينا الفايبر، فكينا القطعة هذه، وهذه عندي الآن القطعة هذه بالكامل مفكوكة، بتكون هذا الشكل عشان البوية تكون لأعلى وما يصير فيها أي خدوش. هذا عندي الآن فيه هنا مسمار للشبك والشتر يطلع مع بعض، فك هذا فك هذا رقم 8، فك المسامير حق القاعدة حق الشتر، هذا 1 2 3 4، ونفك الظفيرة وراح نطلع إن شاء الله الشتر مع الشبك. فكينا المسامير العشرة منها 4 مسامير، وفكينا الكلبس أو هنا كابسة كبس في المقر اللي هنا، مكبوسة كبس في المقر اللي هنا، فكينا المسمار اللي هنا والثاني اللي في الجنب، وهذا عندي لنا الشتر بالكامل مع الشبك راح يطلع برا، وأيضا فكينا الفيشين هنا حق الشتر وحق حساس الحرارة درجة الحرارة الخارجية، فكينا القاعدة عشان يطلع معي القاعدة هذه كلها كاملة، وهذا عندي الآن بعد فك الشتر والصدام بالكامل أو الشبك بالكامل، بهذه الطريقة القطعة اللي فاصلة بين الصدام والشبك، الشبكة مع الشتر والبطانة العلوية. وهذا عندي الشتر إن شاء الله بدي راح نعدل عليه، راح نعدل عليه إن شاء الله بعون الله قبل التركيب. هذا وظيفته يقفل عشان يكون تسخين أسرع في المناطق شديد البرودة، إحنا في أجوان الخليج والله ما نحتاجها. هذا عندي المبرد 40,000 وحدة، هذا عندي المبرد، هذا عندي الهوز. الإشكالية وين؟ الهوز واحد ما يكفي، لازم أضطر إني أجيب له هوز ثاني. هذا عندي القواعد، وهذا عندي المبرد، وإحنا إن شاء الله نجهز التركيب. الحين إن شاء الله نفك البطانة السفلية هذه، لأنه عشان نفك المبرد ونفك المواسير لازم نفك مسمار التوازن ونفك العارض حق العارض اللي هنا. فكينا مسامير التوازن، فكينا العارض، هذا عند العارض مسامير العارض مسامير التوازن، وهذا عندي الآن التوازن. إذا جيت تفك التوازن حاول تمسك بيدك وتفك المسمار، لأنه أحيانا تفك المسامير تلقاه ثابت وشو يفلت ممكن يشيل راسك، ثقيل ما شاء الله تبارك الله. كده لو خلصنا الآن عندي راح نفك الهوزات حق الموية عشان نفرغ الموية إلا في المبرد، وراح ينزل موية كثير، فعشان ما نخسر موية راح نحفظ الموية في جركل نظيف عشان بدينا نرجع المويه. طبعا تفكوا من هنا وتفكوا من هنا، لكن الافضل تفكوا من هنا، وقبل تفك تحاول ترش
مادة مزيتة، عشان أول ما تكبس على الكليبس اللي هنا راح ينفك معاك الهوز. هنا عندك اسمه ذا قفيز، القفيز ترجع ورا بعدين تسحبه يطلع معك. طبعا أنا حررت الهوز فلازم أفك الغطاء عشان ينزل الموية بشكل كامل، وإذا قطع الموية خلاص أكمل شغلي، أما كذا يقطر يطول علي. فكينا، هذا حررت اللي عندي الهوز، حطيت الحاوي هنا نظيف على الرافعة. بسم الله، هذا عندي الآن موية ينزل. أكمل بس الموية قطعة التصوير عشان الموية هذا اللي بتخطر. فهذا الموية الآن حق الوكالة اللي يجيك لونه أخضر فاتح. طبعا نزل منا معنا جالون كامل. الحين راح أكمل الإجراءات، فك الكليبس اللي هنا، كليبس هنا، وفيها تثبيت. هنا هذا المواسير في تثبيت، اعتقد هنا ما في ماسورة او ما في مسمار. الاكسبديشن يجي له مسمار، هذا بس فقط الكلبس تثبيت. هنا راح افك الكفيس اللي هنا، وراح افك المواسير حق الجير اللي هنا. هذه الكلبسات، هذا قفلة فكها، ودي راح افك المواسير حق الجير اللي هنا. نفس الشيء برضه هنا، لان هذا زيت الجير يبرد ويسخن عن طريق المبرد اللي هنا. هذا حرارة المويه يمر من هنا فيسخن الزيت ويبرد، فعشان كده حرارة الاكسبديشن او 8 نمر او 10 نمر في الفورد بسبب حرارة المويه. ايضا هنا هذا الصامولة او مسمار حق تثبيت المواسير من تحت بكرة الكرنك، وراح افك الهوزات برضو من هنا. فكيت المسمار او الصامولة حق تثبيت الماسورة الى امام. فكينا الكليبس، كليبس قفيز. الان عندي هنا المواسير وانفصل خلاص عن المبرد. باقي عندي بس الان افك المواسير من اللية العلوي هذه الامامية. فكينا الهوزات ورفعناها فوق عشان ما تسرب مويه، فخليناها مرفوعة لأعلى. الآن فكينا المواسير، الآن أقدر أو فكينا الهوزات، الآن أقدر أطلع المواسير. وهذا عندي لأن الكليبسات هذه لازم تركب بعد ما نسوي الهوزات اللي هو رايح الجاي، يعني نقفل المويه الحار يصير يروح ويرجع بدون ما يروح للمبرد. راح نخليه إن شاء الله يروح ويرجع بنفس اللفة، والمواسير هذه راح نستغلها إن شاء الله لتركيب المبرد. والحين بعد ما نفك الماسورة راح نفك المبرد، وبعدين نفك منها اللي هو المواسير حقة الجير. لازم تاخذ المقاسات من بدري وهي راكبة. راح نقص المواسير إن شاء الله اللي صار من هنا، عشان بدي نركب الراس يكون في وصلة هوز يركب في القاعدة اللي هنا. ونفس الشيء راح إن شاء الله نقصه من هنا في الزاوية هذه، يصير مباشرة على المبرد اللي هنا بعد ما نسوي هنا راس وهوز بدون أي تأكيد، لأنه الآن لو فكينا عشوائي راح نبلش فيها. فراح نقص من هنا بالمقاس، وراح نقص إن شاء الله من هنا. أنا أسوي العلامة، فك المواسير. الحين ندور على المبرد، راح نفك المسمار اللي هنا، نفك المسمارين اللي هنا، ونفك الهوزات أو المواسير من المبرد. فكينا المبرد، وهذا عندي المبرد الآن، راح نشيله الآن مع المواسير، راح نجهز
ونعد التصميم، وإن شاء الله بعد ما نخلص نبدأ التطبيق. طبعا أعتذر إنه ما صورت التفاصيل التركيب لأنه كنت متأخر ورحت أطلع أشتري قطع غيار، فكنت متأخر. على العموم زبدة الموضوع، هذا كان مبرد الوكالة اللي فيها المواسير مخرج وجاي الداخل والخارج حق الموية التسخين حق الرديتر أو موية المحرك، ومبرد أو تزييت زيت الجير. هذا الآن بعد ما خلص منه، هذا الآن نرمي، هذا الآن نرمي، هذا الآن نرمي، هذا الآن نلغي، هذا الآن حق الحار نلغي، هذا عندي الآن الماسورة حقة الموية، موية حرارة المحرك اللي جاي من الرديتر أو من نظام التبريد على المبرد. قصينا من هنا، قصينا من هنا، وقصينا من الأطراف. هذا عندي هنا، هذا الآن عندي مخارج، هذا المخارج تأخذها من المخارط، تيجي جاهزة بهذا الشكل وتلحم في مقدمة الهواز أو المصير. يصير هذه الآن تركب عليها ليات المبرد، حلو. وهذه نركب عليها الهوزات اللي طالعة من زيت الجير على مواسير حق التبريد. طيب هذه إن شاء الله القواعد اللي كانت تركب في مواسير زيت الجير ألغيناها من المبرد وحطينا لها مواسير حق هواز تناسب الهواز حق المبرد. يصير هذه تركب على مواسير زيت الجير حق الوكالة وتكون وصلة مع المواسير اللي بهذا الشكل وتوصل إلى المبرد. وهذا هذا برضو القطعة الثانية حقت مواسير زيت الجير، وهذه عندي إن شاء الله اللي هي الوصلة اللي تروح ترجع لنظام التبريد. يصير بدل ما يروح كان المبرد اللي عندي هنا صار الآن نلغيه، يصير رايح جاي وكانه ماخذ الخط للمبرد ويرجع، فبدل ما يروح للمبرد الآن راح يرجع بنفس الخط وبنفس الأسلوب على كلبسات القفلة هذه. طبعا هذا حق الخط الأبيض اللي عندي هنا، طبعا هنا في واحد أسود وواحد أبيض، أنا رافعهم فوق عشان ما يهرم مويه. فالحين راح نركب الكلبسات هذه بعد التنظيف عشان ما يكون فيها مجال للتهريب، ونركب إن شاء الله الهواز. تم التركيب ما شاء الله تبارك الله في الهواز، هذا الخط الرايح او الجاي كلها نفس بعض، وجبته من الضفير اللي هنا عشان يمسك الماسوره من هنا، بنفس الوقت الضفير اللي هنا تمنع من حركه يعني انه يروح على مقدمه المحرك، يعني ما راح يتحرك كهرم كذا. لكن انا برضو راح احاول اسوي له تثبيت بسلك مع انه ما راح يتحرك نهائيا، بس عشان يمنع الاحتكاك لازم اسوي له تربيط مع الضفير اللي هنا برباط حق الكليبسات عشان اثبت الهوز كذا. انا عندي الان حق الخط الرايح والجاي الحار تم الالغاء بالشكل هذا اللي شايفين الان بالحرف اليو على كليبسات وهوزات الوكاله. اذا جيت تركب القواعد حاول تتاكد ان الجلد تكون موجوده حقت الهوزات، وايضا نفس الشيء هنا. هنا في زي الأملاح صورة تنظيف الآن، وممكن ما هي أملاح، هذه بعض المواد يحطونها الشركة الصانعة عشان يكون مانع تسريب للمواسير، لكن إن شاء الله ما في تسريب لأن أساسا هنا في جلد، هنا في جلد ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا عندي الآن نفس التركيبة الوكالة، تثبيت الجانب هنا، طبعا الكليبس اللي هنا ما هو موجود، راح بدي مسح له ربطة في الصاج اللي هنا عشان اثبت بهذا الشكل. وهذا ما شاء الله تبارك الله عندي الماسورة على طول على ليات الوكالة. طبعا هذه ليات الوكالة ما شاء الله شوف التركيبة حقتها في مكانها، ما في اي شيء تعدل. وهذه مواسير الوكالة
تركيبة على القاعدة حق الوكالة، طلع منها هوز على المواسير الأمامية. نفس الشيء هنا، هذا القاعدة حقت الزيت الجير هو المواسير، وراكب مباشرة على الوصل اللي هنا وعلى الماسورة حقت الوكالة. هذا هنا مثبت سابقا، صار أكثر والمكان ما هو يعني زي السابق، ولكن عدلناه بهذا الشكل، حطينا كده زي القوس بعد ما عدلنا الفتح حقت اللفة وحطينا فيه شكل قوس. وبعد ما شدينا القفيز على الهوز دخلنا راس القفيز في مدخل القاعدة هذه، فما شاء الله تبارك الله عندي هنا الآن ثابت، وأقدر أطلعه بأي وقت بالدفع الأعلى تسحب الجنب يطلع من التثبيت، وما في الاحتكاك ولا شيء لأنه راكب على القفيز، وهذا الحديدة بالعرض يعني ما هي حادة ولا شيء. الآن تم تركيب الهوزات على أو التعديل والوصلة اللي ألغينا فيها المبرد، وحطينا القواعد اللي تحل محل المبرد اللي توصل ما بين زيت الجير وإن شاء الله والمبرد. حتى القاعد اللي عندي هنا نفس تركيبة الوكالة، هذه تبغى تفكها تفكها مع وحدها، تبغى تفك الهوزات كاملة فكها من الأعلى، لكن القاعد اللي هنا نفس نظام الوكالة رجعناها مكانها عشان تكون تثبيتها المواسير على نفس استقامة واحدة. وهذا الآن شكل تركيب الهوزات بعد التعديل. اللي بغير زيت الجير نفس نظام الوكالة، بيفك الهوزات اللي في الجنب ويفك التثبيت اللي هنا، وبعدين يفك التثبيت اللي هنا وينزل حتى بدون الحاجة أن يفك العارض مرة ثانية، بعون الله ما عاد يحتاج يفك العارض، فقط ينزل الفك المواسير من زيت الجير ويفكها من القاعدة اللي هنا وتنزل معها بشكل أريح من السابق. السابق كان المبرد الوكالة يجي هنا، عشان تفك المبرد الكرتير لازم تفك المبرد، وعشان تفك المبرد والمواسير اللي مع المبرد لازم تفك مسمار التوازن أو عمود التوازن والعارض، لكن إن شاء الله بعد التعديل هذا ما يحتاج. وهذه عندي مقدمة المواسير، التثبيت اللي عندي هنا في القاعدة حقت الوكالة، وهذا الهوزات أو الروس اللي ركب عليها إن شاء الله هوزات المبرد، هذه ركب إن شاء الله عليها هوزات المبرد. أرجع أكرر، هذا بس تحتيل هاي للتثبيت بربطة حقت كلبسات تربط بحق المواسير اللي هنا الضفيرة أو مع مواسير الزيت الجير، تثبت بهذا الشكل خلاص عشان ما تطلع صوت في البطانيج. بعد ما ركبنا المواسير راح نركب الآن القفلات. هذه القفلة تركب بهذا الشكل، الصغير هذا يركب في المجرى هذا، والمجرى هذا يركب خلف الماسورة هذه عشان يمسك على المسمار. هذا الشكل، لاحظ الآن هذا التركيبة حقت الكلبس حقت المواسير. هذا عندي الثانية بنفس التركيبة، تم تركيبها الآن، خلصنا من المواسير والكلبسات. الحين يبدأ عندي المرحلة الأخيرة بخصوص المبرد اللي هو تركيبه الآن، بنشوف له قاعدة. طبعا راح نركب قاعدة هنا في الجنب، قواعد علوية ما شاء الله تبارك الله. هذا عندي حرارة المحرك وهذا عندي حرارة الجير، الآن هو أكثر من نصف ساعة شغال وما شاء الله تبارك الله. هذا عندي الهوزات ما في أي تهريب، هذا عندي الهوز هنا ما في أي تهريب، طبعا جبناه بمرونة من هنا بدون أي قيود وبدون أي ضغوطات جاي من ليات المبرد. نفس الشيء برضه هنا جبناه مع المجرى اللي هنا وبأريحية جاي من هنا بدون أي ضغط، هنا بدون أي ضغوطات يتحرك الهوز هذا الشكل، لاحظوا كل مرونة ما في أي ضغوطات. وهذا عندي
الهوز حق البير المبرد وما شاء الله تبارك الله ما عندي فيهم اي تهريب. وهذا عندي نظام التبريد ولا عندي فيه اي تهريب ما شاء الله تبارك الله. بس راح نثبت ان شاء الله الهوز هنا او كلبس كفى كذا راح نخلص من هنا. وهذا الهوز جاي من هناك وهذا الهوز جاي من هنا بدون لا ضغط ولا شيء. وهذا عندي لان هنا اللحام ما شاء الله تبارك الله ما عندي ولا تهريب. ولكن الحكم ما راح احكم عليه في نص ساعة أو ساعة، هاي تفصيلها إلى يوم يومين ثلاث أيام أشيك عليها إذا ما في تهريب خلاص، لأنه بعض السيارات الحين ما يبين التهريب من بدايتها. هنا ما عندي أي تهريب بسم الله ما شاء الله. طبعاً ركبت هذا المسامير بس كده روتين عشان لو في مشكلة أرجع أفكها مرة ثانية، فلسه باقي ما شديت. أنا بس حطيته كده عشان أتأكد من التهريبات. فما دام ما عندي اي تهريب فالحمد لله راح ان شاء الله نشد كل هذه الامور. يبقى عندي بس بعدين المرحله الثانيه الاخيره اللي هو تغيير زيت الجير كامل مع الطنجره. وتغيير زيت الجير ان شاء الله كامل مع الطنجره بعون الله ان شاء الله عن طريق الليات التبريد. وما دام المبرد عندك حار في جميع الجهات اعرف ان التركيب والمبرد يعمل بشكل صح. الان بس بعدين ان شاء الله بعد الصلاه بسوي قاعده ثالثة التثبيت بهذا الشكل عشان يكون ثابت. مع ان زمان يعني المكان هنا شويه صعب، اخاف احط هنا عارض والشبكه ما يركب حق الشتر. ف الان جهزنا كل شيء. طبعا ما شاء الله لاحظوا هنا توصل الحراره الى 100، تشتغل المراوح توصل طبيعي ما في اي ارتفاع في الحراره. وهذا المويه مع ان جتني ناقصه حول كذا، الحين لما رجعني المويه صارت زايده شوي، فان شاء الله بعدين مع الحركه تنقص المويه. وهذا عندي حراره الجير بعون الله ان شاء الله انها ما تتعدى الستينات لو بعز الصيف في الاستخدام العادي. اما بالعقبات وما العقبات ما راح تشوف السبعين نهائيا، وهذا اللي مجرب على سيارات اكسبيديشن. اما في التاهو اليوكن تلاقي تركب مبرد تكون في نطاق ال 50 الى 60 في الاستخدام العادي، في العقبات توصل معاك الى ال 80 90. لكن الاكسبيديشن ما شاء الله تبارك الله اذا ركب له مبرد في عقب الضلع ما تعدى 60 ولا وصلت 60، اقصى درجه الظهر وصلت 57. والله يبارك لهم يا رب. طبعا ركبت القواعد السفليه جانبيه وثبتها على القاعدة حقت المسمار حقت الشتر أو حقت الشبك. فركبت المسمار سويت التصميم أو القواعد، بعد ما شديتها بالكامل فكيت المسمار. نفس الشيء هنا بعد ما ثبتنا وجهزنا القاعدة السفلية شلت المسمار. لا راح إن شاء الله نعدل على الشتر ونطبق، وبعد ما نطبق يصير التثبيت حق القاعدة السفلية مع الشبك. طبعا هذا الشتر عندي يختلف نظام الشتر مع انه النظام واحد، لكن اقصد انه حركه المساطر والقفلات اللي معاها تختلف. في بعض السيارات تجي مثلا جزء هنا وجزء من الثاني من منتصف على هذه، لا جالسه كلها هنا في جهه واحده، كلها بجهه واحده. راح الان نفك جميع القفله هذه كامله وراح نفرغ جميع المساطر، بس نخلي واحد هنا وواحد في الكنترول اللي هنا وواحد في الطرف اللي عندي هنا. هذه بقية ان شاء الله راح نفرغها. طبعا هذا كنترول الشتر. لاحظوا الان فكينا الشتر. وطبعا هذه السنتر اللي تركب في المساطر، هذه تركب في المساطر. هذا الان حررنا القفلات كاملة اللي يتحكم في جميع المساطر عن طريق الكنترول اللي هنا. راح الان نشيل هذه كلها المساطر هذه كلها ونخلي فقط
واحدة في الطرف اللي هنا وواحدة في الجهة العلوية هذه وهذه، وممكن اخلي واحد في المنتصف، ممكن اخلي واحد في المنتصف. هذا المساطر فكيت الان، فكيت ثلاث من الصغيرة ثلاث من الكبيرة وبقيت ثلاث، عندي هنا واحد اثنين ثلاث، نفس الجهة برضو الجهة اللي صار واحد اثنين ثلاث. الان راح نستر سنتر المسطرة هذه على وزنية الشتر اللي كان عليه. الحين كذا الشتر الثلاث مساطر هذه تتحكم فيها المسطرة اللي في المنتصف عن طريق الكنترول اللي هنا. لاحظ المسطرة هذه راكبة في الكنترول اللي هنا، اذا فرغنا المسطرة هذه ودار هذا لوحده راح يستعشر انه في شيء ما هو طبيعي، راح تولع علامة الماكينة ويتكلم على انه في كود يخص الشتر. لكن الحين خلينا هذه موجودة مع الكنترول ويتحرك معها مسطرتين، تعتبر هذه تحايل على الكمبيوتر، ولو قدر الله خرب عندك الكنترول هذا حق الشتر، بدل ما تشتري قيمته فوق ال 1500 و 1000 وعليها، تقدر تلغيه عن طريق البرمجة، تلغي الأكواد حقه وتقدر تشيل الشتر بالكامل فقط. أما هذه ينفع للمناطق شديدة البرودة، يقفل المساطر عشان يمنع درجة البرودة ما توصل للراديتر المحرك، فعشان يكون تسخين أسرع. ما نحتاجها احنا في الشرق الأوسط، خصوصا بالسعودية وبالخليج ما نحتاجها، احنا نحتاج إلى التبريد أكثر من التسخين. كذا لو جهزنا حقة الشتر اللي راح نطبق إن شاء الله ركب. وهذه عند القواعد اللي ركبت فيها المبرد، راح الآن إن شاء الله ركب الشتر وركب فيه المسمار. طبعا ركبنا الشتر وما شاء الله تبارك الله بالملي. القاعدة حقة المبرد السفلية ركبناها مع المسمار اللي هنا، وأيضا مع القاعدة السفلية اللي هنا. ولاحظوا هذه المسافة اللي عندي الآن هنا بين الشتر والمبرد، لاحظوا هذا الآن المسافة ما بين الشتر والمبرد. ايش اسوي الآن؟ قبل لا اشد كل شيء، طبعا ركبت الافياش وطلع عندي كود حق الشتر انه غير متصل، فمسحت الكود، ولكن عشان اختبر حركته انه ما يلتمس او ما يصطدم معي في المبرد، راح ادخل على كنترول البي سي ام، كنترول المحرك والجير، طبعا كنترول واحد مع بعض عندي هذا، ونروح على البيانات الحية. او عفوا مو على البيانات الحية، حق الاختبارات الكنترولات عندي هنا لو تيست، طبعا هذا عندي الخيارين، الاول ذا طبعا هو يختبر نفسه بنفسه اختبار ذاتي، واللي هنا واللي هنا تختبره انت بنفسك، تفتح وتقفل اللي تبغى انت. لاحظ عندي الان اختار الخيار الاول، ولاحظ عندي هنا المساطر، لاحظوا انا اتحكم فيه الان، فاتح 90 80 60 طبعا بالنسبة للموية. لاحظوا عندنا تحكم فيه بالزايد والناقص. طيب في هنا برضو تحكم تلقائي لو الخيار الثاني هذا، لاحظوا هذا عند الآن الخيار الثاني، الآن يتكلم على أنه فاتح، لاحظوا طبعا هنا سلام نقفل، ولاحظوا هذا الآن ال
خلف المبرد عشان بس اتاكد انه ما يضرب في المبرد. الحين افتح الشتر. يعني بعيد كل البعد عن البرد. اقفل. يعني مرة ما يجي الشتر البرد. هذا برد عندنا مساط الان. لما اقفل الان برضه افتح. لاحظوا يعني يعمل نظامي. قفل. الآن كذا ما دام اختبرنا الآن الشتر وصار عندي ما يلامس في المبرد، راح الآن إن شاء الله أركب اللي هو البطانة العلوية، لأن أنا ركبت المسمار السفلي والمسمار الثاني، راح الآن برضو أركب القطعة الوسطية اللي هنا هذه. بعدها راح ان شاء الله نركب اللي هو البطانه السفليه، وقبل اركب البطانه السفليه راح نركب اللي هو مسامير حق الشتر. مسامير حق الشتر اربعه. ركب المسامير. راح اركب ان شاء الله البطانه العلويه. تم تركيب الكليبسات. لاحظوا. كل الكليبسات تم تركيبها. راح نركب القطعة الوسطية اللي ما بين الشوك والصدر. تم تركيب القطعة بالملي. وهذه الكليبسات. بس قبل لا أركب حبيت أصور عشان يكون للتوضيح. الكليبسات موجودة. تم تركيب بالملي. نفس الشيء هنا برضه. ركبنا الكليبسات أو كبسنا الكليبسات. نفس الشيء برضه هنا. الآن ايش اسوي؟ بس بهذا الشكل. ركب المسمار والكليبس. ونفس الشيء برضه هنا. نفس الشيء برضه. خلاص الآن ركب المسمار والكليبس اللي هنا. ركب المسمار وركب الكليبس. مين هذا المسمار وهذا الكليبس. الكليبس ركبنا العارض مع المسامير. راح نركب ان شاء الله. وايضا ركبنا برضو المسامير التوازن. انا بس راح ان شاء الله اركب له صاجة الحماية السفلية حقت المنطقة الامامية. طبعا هذا له بطانس ورا حقت الجير، بس كلها الرجال فكها لي او فكها قبل لا يجينا عشان اللي كان انا كنت بتاكد من نوع المبرد. بس اتوقع ما هو موجود لانه تجي هنا في قواعد للبطانه السفليه، او انه ممكن لف 150 ما في، الله اعلم. على العموم البطانه اللي كانت تجي هنا في الاكسبديشن حق العشر نمر، او حتى برضه الموجوده هي من 2007 وطالع، او حتى او يمكن من 2015 طالع، ما هي موجوده البطانه. ركبنا الصاجة. كل شيء تم تركيبه ولا في شيء عندي زايد او ناقص، الا المسمارين هذه حقت تثبيت المبرد اللي كان هنا وهنا.
الان ما عاد في مبرد فصار هذا الزايد، عشان كذا ما في شيء اسمه زايد الا اذا لغينا شيء. طبعا للتوضيح، من مميزات المبرد هذا او طريقه التركيب هذا حق المبرد، تبريد افضل للجير، يعطي عمر افتراضي اطول. اثنين، المبرد اللي هنا حق الوكاله قابل للخلط زيت الجير مع المايرديتر او مايرديتر مع زيت الجير، لانه قابل للخلط. نفس نظام المبرد حق السيفون اللي دائما يصير فيه خلط في سيارة مازدا، سيارة فورد اللي لها تبريد، وزي السوناتا وبعض السيارات اللي لها تبريد لزيت المحرك عن طريق السيفون. ايضا سيارة الدوج تشارجر وكل جميع سيارة الدوج والجيب الشروكي، نظام التبريد عن طريق او نظام التبريد والتسخين عن طريق زيت المحرك للاسف كلام فاضي. هذا انا ارجع اكرر فائدته هذا وفائدة المبرد اللي هنا المائي، هذا تسخين اسرع في المناطق شديدة البرودة. انا ارجع اكرر، في دول الخليج بالذات والسعودية ما نحتاج هذا، احنا نحتاج الى تبريد افضل. فالواحد لو يلغي الليات هذه، هذا الرايح وهذا الجاي حق المبرد او نظام التبريد حق حرارة المحرك اللي هو مايترديتر، لو تلغيه فقط انتهت الموضوع. يصير بعدين لو صار فيه شعر في المبرد يصير فيه تهريب، بعدين تقفل، او الافضل انك تشيل الهوزات هذه تحط لها ماسوره زي ما سوينا لليات التبريد حق زيت المحرك الجير، وتقفل المواسير تلحمها خلاص ما لها داعي تلحمها. يصير بعدين خلط ما خلط او صار فيه شعر ما فيه شعر، خلاص انت كده الان فصلت نظام التبريد زيت الريديتر عن زيت المحرك، لانه هذا دائما معرض للخلط، هذه المبردات معرضه للخلط. واحنا بعد ما فصلنا المبرد وصار اللي عندي الان هنا المبرد، خلاص من زيت الجير او من الجير على المبرد الخارجي اللي 40,000 وحدة، يصير كذا التبريد هوائي، ما عاد في أي دواعي للخوف مستقبلا من الخلط، ويكون التبريد أفضل من حق الوكالة، لأن حق الوكالة التبريد حقه مرتبط بحرارة المحرك، عشان كذا يكون عنده الحرارة عالية. طبعا ما شاء الله تبارك الله، يمكن لي أكثر من ساعة سير شغالة واقفة، وما شاء الله تبارك الله حرارة الجير 50، حرارة المحرك طبيعية كالمعتاد. راح ان شاء الله نجرب التغييرات، وايضا كالعاده اقول ان الغيارات العشر نمر كلام فاضي. ليش؟ لانه يغير من الدي من الرقم واحد الى ثلاثه مره واحده، اثنين ما في، اغلبها تبدل كلها سريعه، يعني ما يمديك تمشي اول 60 80 الا مغير العشر نمر. لو كان منتظمه تغييراتها كل مسافه سرعه يغير، كان تلاقي يوصل معاك الى 100. لكن لاحظ الان هنا، لاحظ هنا الان، الان في الدي يعتبر رقم واحد، الان امشي شوي ينقص لثلاثه، لاحظوا ما في اثنين، على طول رابع خامس سادس، يعني ما في ذاك المسافات اللي يخلي الجير، لاحظوا من ستة للسابعة ثامن. صحيح ما في نتعات ما في شيء، لكنه تحس الغيارات ما هي فعليه او واقعيه، خصوصا الرقم اثنين. لاحظ لما هدي ما يغير، ما يرجع لاثنين، يرجع الى واحد مباشره. لاحظوا اربعه ثلاثه واحد، ما في اثنين، هنا الاشكاليه ما في اثنين. لاحظوا هنا على طول ثلاثة. على العموم ما شاء الله تبارك الله تغيراته كلها سلسة، الله يبارك لي يا رب. وحرارة الجير ما شاء الله المحرك طبيعية، فالله يعطيه خيرها ويكفي شرها. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.